السلام عليكم، مرحبا بكم في التمرين رقم 2 من سلسلة تمارين درس الدالة الأسسية. إذا التمرين يقول بسط التعابير التالية. إذا عندنا مجموعة من التعابير غنحاولوا نبسطوها. إذا ضروري ما نضبط مجموعة من العلاقات الأساسية. إذا بشكل عام مهما يكون X ينتمي إلى R و Y ينتمي إلى R، ف OX مضروبة في OY تساوي E ديال X زائد Y. إذا هنا كاين واحد الخطأ شائع، إذا كاين اللي كيعتبر ملي كيدير OX مضروبة في Y كيدير لها OX مضروبة في Y. إذا هذا خطأ، هنا كيكون المجموع ديال الأسين، يعني نفس العلاقات اللي استعملنا في القوى. كذلك OX يعني قوة قوة، OX لكل أس R، R هنا خاصها تكون عدد جذري. إذا كتساوي لنا او ديال اكس ار او ار اكس، واحد على اكس على او اكس تساوي او اس ناقص اكس، او الا كانت عندنا واحد على او اس ناقص اكس فكتساوي لنا او ديال اكس، يعني كنغير فقط الاشاره ديال الاس. او اكس على او ايكغيك كتساوي لنا او اكس ناقص او ايكغيك. اذا او اكس على او ايكغيك راه هي او اكس، وواحد على او ايكغيك راه هي او اس ناقص ايكغيك، يعني او اس اكس ناقص ايكغيك. اذا هذه علاقه مهمه خاصها تضبط قبل ما ندوزو للتمرين. اذا ندوزو للحاله الاولى. اذا عندنا او اس ناقص اكس لكل او كاري مضروبه في الجذر ديال او اس 4 اكس. اذا او اس ناقص اكس لكل او كاري غنطبق عليها هذه العلاقه هذه، إذن هي او ناقص اكس مضروبة في جوج هي او اس ناقص جوج اكس مضروبة. عندنا الجذر بشكل عام بواحد العدد كيساوي لنا ا اس واحد على جوج. إذن هي او اس 4 اكس لكل اس واحد على جوج. إذن او اس ناقص جوج اكس مضروبة في او، إذن 4 اكس، إذن هنا قوة قوة، إذن هي او 4 اكس على جوج هي جوج اكس. إذن او ناقص جوج اكس زائد جوج اكس، هنا كنطبقوا العلاقة ديال او اكس مضروبة في او ايكغيك، يعني كندير او وكنجمع الأسين. ناقص جوج اكس زائد جوج اكس هي صفر، إذن او اس صفر، وأي عدد اس صفر يساوي واحد. في العلاقة الثانية عندنا او اس جوج اكس ناقص او اكس على او اكس. اذا الى خدينا او اس جوج اكس فراه يمكن لي نكتبها هي او اس اكس مضروبة او زائد اكس، وهذه راه يمكن لي نكتبها على شكل او اكس مضروبة في او اكس. اذا هنا او اكس مضروبة في او اكس ناقص او اكس على او اكس. إذا هنا يمكن لي نعمل بأو إكس كعامل مشترك. إذا كيبقى لنا في الحد الأول أو إكس ناقص، وفي الحد الثاني تبقى لنا واحد على أو إكس. إذا كنختزلو بأو إكس في البسط والمقام، تبقى أو إكس ناقص واحد. الحالة الثالثة أو أس ناقص جوج إكس زائد جوج أو أس ناقص إكس على أو أس جوج إكس لكل أس ناقص واحد. إذن كنبسطو الكتابة. إذن عندنا أو أس ناقص جوج إكس زائد جوج أو أس ناقص إكس. في المقام عندنا قوة قوة، إذن على شكل أو أس إكس لكل أس آر، إذن هي أو أس آر إكس. إذن أو أس جوج إكس في ناقص واحد هي ناقص جوج إكس. انا يمكن لي نعمل بأو أس ناقص جوج إكس، إذن في الحد الأول غيبقى لنا واحد، زائد في الحد الثاني عندي فقط أو أس ناقص إكس. إذن عندنا عادة حنا ملي كنعملو بشي تعبير راه كنقسم عليه. إذن إلا عملنا بأو أس ناقص جوج إكس فغتبقى لي هنا، يعني غيكون عندنا جوج على أو أس إكس أو ناقص إكس.
أو بشكل عام يعني غيكون عندنا أو أس ناقص إكس على أو أس ناقص جوج إكس. إذا حنا عملنا أو أس ناقص جوج إكس يعني غنقسم عليها على أو أس ناقص جوج إكس. إذا يمكن لي نبسط هذه الكتابة. إذا حنا عندنا اختزال، إذا تبقى لنا واحد زائد هنا أو أس ناقص إكس. عندنا العلاقة ديال أو أس إكس على أو أس إيكغيك شنو كتساوي؟ هي أو أس أو إكس ناقص إيكغيك، أي ناقص إكس ناقص ناقص جوج إكس، يعني زائد جوج إكس، وناقص إكس زائد جوج إكس هي إكس. إذا يمكن لي نكتب أو أس إكس. إذا هذه العلاقة، تبسيط ديال العلاقة. الآن دابا العلاقة الموالية، إذا كندير النشر، أو أس ناقص إكس مضروبة في واحد هي أو ناقص إكس، زائد أو أس ناقص إكس مضروبة في أو أس إكس، إذا أو أس ناقص إكس مضروبة في أو أس إكس، على أو أس إكس مضروبة في أو أس ناقص جوج إكس، زائد أو أس إكس مضروبة في أو أس ناقص إكس. إذا نبسطو هاد الكتابة، دونك حنا عندنا أو أس ناقص إكس، أو أس ناقص إكس مضروبة في أو أس إكس هي أو أس إكس أس ناقص إكس زائد إكس، يعني ناقص إكس زائد إكس هي أو أس صفر، أو أس إكس ناقص جوج إكس، إذا إكس ناقص جوج إكس، زائد نفس العلاقة إكس ناقص إكس يعني أو أس صفر، وبالتالي غيبقى لنا أو أس ناقص إكس زائد أو أس صفر هي واحد، إكس ناقص جوج إكس هي ناقص إكس زائد واحد. إذا عندنا نفس البسط والمقام، يعني غنختزل غيبقى لنا العدد واحد. التعبير الموالي، إذا عندنا متطابقة هامة، إذا غنطبق المتطابقة الهامة، إذا هي أو أس إكس الكل أس إتنان ناقص إتنان أب بأي إتنان في أو إكس في أو ناقص إكس زائد ب أس إتنان أي أو أس ناقص إكس الكل أس إتنان ناقص. هنا عندنا النشر، إذا أو ناقص إكس مضروبة في أو أس تلاتة إكس ناقص، إذا عندنا ناقص أو أس ناقص إكس مضروبة في زائد أو ناقص إكس، إذا ناقص إكس أو أس ناقص إكس. إذا نبسطو الكتابة، إذا أو أس إكس لكل أس إتنان قوة قوة أي هي أو أس جوج إكس، أو أس إكس مضروبة في أو أس ناقص إكس هي جوج أو أس إكس ناقص إكس أي أو أس صفر، زائد أو أس ناقص جوج إكس ناقص، إذا عندنا أو أس ناقص إكس زائد تلاتة إكس، جذا قوتين لهما نفس الأساس، ناقص أو أس ناقص إكس ناقص إكس. إذا كنبسطو، إذا هي أو أس جوج إكس، جوج في أو أس صفر هي جوج في واحد أي جوج، زائد أو أس ناقص إكس ناقص ناقص إكس زائد تلاتة إكس هي أو أس جوج إكس ناقص أو أس ناقص إكس ناقص إكس هي أو أس ناقص جوج إكس. إذا أو أس جوج إكس بشدنا مع أو ناقص أو أس جوج إكس، و أو أس ناقص جوج إكس بشات مع ناقص أو أس ناقص جوج إكس، إذا كيبقى لنا في الأخير ناقص إتنان. إذا العلاقة الأخيرة عندنا الجذر ديال أو إكس زائد واحد على أو إكس زائد جوج. إذا أول عملية غنقوم بها هي غادي نحاول نوحد المقامات. إذا المقام الموحد هو أو إكس، إذا هنا خصني نضرب في إكس في أو إكس
زائد واحد على او اكس زائد جوج مضروبه في او اكس على او اكس، شي كامل جذر مربع. اذا واحد المقامات، مقامات عندي موحده، اذا غنجمع. اذا او اكس مضروبه في او اكس هي او اكس زائد اكس، يعني او اس جوج اكس زائد واحد زائد جوج او اكس. اذا الجذر دونك هنا عندنا الشكل المتطابق هما، عندنا او اكس الكل اس اثنان، يعني او اس جوج اكس راه هي او اس جوج اكس راه هي او اكس مضروبه في او اكس، يعني او اكس الكل اس اثنان يكسبها بهذه الطريقه او بهذه الطريقه بحال بحال. اذا زائد جوج او اكس زائد واحد على او اكس. اذا حنا عندنا متطابقه هامه على شكل ا مربع زائد جوج ا زائد بي، اذا يمكن لي نكتبها على شكل الجذر ديال او اكس زائد واحد الكل اس اثنان على او اكس. اذا يمكن لي نفرق الجذرين، اذا هي او اكس زائد واحد الكل اس اثنان على الجذر ديال او اكس. اذا الاس غتمشي مع الجذر غيبقى لنا او اكس زائد واحد، والجذر ديال او اكس هي او اكس اس واحد على جوج، اي او اكس على جوج. اذا يمكن لي نخلي التعبير بهذا الشكل هذا.